السلام عليكم الزول في الاول، الحمد لله راكم كاع بخير، عيدكم مبروك على كل الجميع، كاع الجزائريين كاع المسلمين. فوالا راكم تشوفوا رانا في فرنسا بوغ كالكو زور، دونك دوكا رانا في سانت اتيان. على بالكم هذه سانت اتيان هي كانت العاصمه تاع الفحم، يعني تاع لو شاربون، في 1830 و 1840، يعني كانت حسي مسعود تاع الفحم هنايا، تاع لو شاربون. يعني بكري فرنسا ما على بالهاش، ما تحوس على حتى حاجه اخرى، باسكو فرنسا كان عندها بزاف لو شاربون هنايا في اوروبا، وبها يعني طلعت بلادها. في هذاك الوقت كان لا غاز لا بترول، ومن بعد في الستينات في السبعينات يعني كانت الازمه تاع الشابو هنايا في اوروبا، وبداو يحوسوا على الغاز والبترول في الجزائر وفي الخارج. ودوكا هذه المنطقه هذه بكري كانت ما شاء الله هنايا سانت اتيان. سانت اتيان ماهيش بعيده على اليوم، ابوبخي ساعه بالطوموبيل. كانت ما شاء الله هنايا، كانوا كاع لاباس بهم هنايا. ودوكا طاحت، يعني طاحت كيما من 50 سنه، فهذه حسي مسعود وحسي رمال كاع يطيحوا، باسكو بصح المشكل وراه. المشكل في فرنسا يعرفوا كي يطلعوا بلادهم بلا بترول بلا شابو بلا الغاز، بصح حنايا واش يبقى لنا من بعد؟ واش يبقى لنا؟ واليوم تعرفوا واش داروا ولا لا؟ اليوم واش داروا؟ فرنسا كي شافت باللي ما بقى لهاش الشابو هنايا، راحوا يستعمروا في الغاز والبترول تاع البلاد. نعطيكم ان اكزومبل، مثال شركه توتال، على بالكم باللي في هذا البلاد ما كان حتى واحد يهضر لكم على توتال الى انايا. ما كان لا حكومه لا معارضه لا اي واحد يهضركم على الثروات تاع البلاد. عرفوا علاه ولا لا؟ باسكو راهم كاع مسلمين مكتفين، كاع يخافوا لو كان يهضروا على فرنسا. دونك نعطيكم مثال، شركه توتال على بالكم في 56 شركه توتال كانت تكسب 50% من البترول تاع الجزائر، وما شاء الله الحمد لله كي جا بومدين الله يرحمه، بورتون كان ديكتاتوري، بومدين ديكتاتوري بصح كان يبغي الجزائر، كان يبغي الجزائر وما كانش يسرق في الجزائر وسورتو ما كانش يبيع في الجزائر. بومدين الله يرحمه في 71 24 فيفري 71 واش دار؟ تأمين محلوقات. واش قال توتال؟ قال دوكا قالها البترول والغاز تاع الجزائر تاع الشهداء الله يرحمهم تاع المجاهدين. يعني توتال ما بقى عندها والو. نعطيكم مثال ما تفهموا هذه المافيا تاع 40 سراق واش دارت في بلادنا. في 2017 ماشي بعيدة، عندها شحال عامين بركة 2017، على بالكم شحال توتال كان عندها في البترول تاع البلاد ولا لا؟ كي نقولكم أو تدخلعوا أو تهبلوا أو روحوا تدفنوا روحكم كيما أنايا. في 2017 شركة فرنسية توتال كانت تملك 3% برك تاع البترول تاع بلادنا. سمعتوا مليح ولا لا؟ 3% جمع بعضكم نكملوا. يعطيكم الصحة، يراكم باختو لي زالجيريان. صحة عيدكم، واش راكم؟ إن شاء الله إن شاء الله عيدك مبروك. الله يسلمك خويا، صحة والهنا، عمي إن شاء الله يعطيكم الصحة. كي راكم دايرين؟ الشبيبة الجزائرية يا يا راكم بارتو ما شاء الله يا الحمد لله. وكيف مكتوب جابكم هنا في سانت اتيان؟ شفنا من هنا قلت هذا هو كي خاطي نورمال عادي، على ارض الله واسعه. الله الله تجي شو وين كان جزائري تجي. كي راكم صافا شويه بخير؟ شو في هذا الوقت البلاد باعوها، سمحوا لي باعوها. لا 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 روحوا معايا، هذه رايح البلاد دوكا، هذه قبل الطياره شي ان شاء الله، روحوا معايا ان شاء الله. شوفوا المشكل وراه هذا الحراك ما شاء الله، راه سلمي قانوني ديمقراطي حضري، ولكن هذه راه ما فيها تربع سراق ما على بالهاش كاع بالشعب، ما على بالهاش كاع بالحراك، يقعدوا ولا ينوضوا ما على بالهمش كاع. هذا هو المشكل، هذه المافيا مازالت راهي تحكم في بلادنا وماهيش باغيه باللي الشبيبه الجزائريه يكون عندها مستقبل في البلاد. هذا هو المشكل. لازم تبقاو كيما هكا، لازم نديروا ضغوطات في البلاد وفي فرنسا. يعني المشكل في فرنسا، فرنسا هي اللي استعمر الجزائر، هي اللي راهي تعطي في الاوامر الجزائر هذو الحكام هذو. نعطيك مثال، توتال شركه فرنسيه راه عارفها لي بوبايس راهي تكسب 50% من البترول تاع بلادنا.
اه والو يعني بلاد دوس بيترو تاع بلاد فرنسا و 30% الجزائر و 20% الروس الفيتنام اندونيسيا ايطاليان انجليز يعني ما عندنا حتى حاجه حنايا. هذا هو المشكل. على هذا الشيء انتم شبيبه راكم راكم في الغربه وعندكم بزاف هنايا عميله وورق ولا والو؟ الحمد لله الحمد لله. وانت الحمد لله قولوا الصحة الحمد لله الحمد لله. دروك تروحوا البلاد نورمال عادي. شحال عندكم في ما رحتوش؟ 6 شهور. اوكي كي شفتوا هالبلاد واش حسيتوا كيما كنتوا في البلاد؟ يا وين سكنتوا في وين وين سكنتوا؟ الله يبارك خيرنا بورتو ما شاء الله الصيف ها؟ يا هي عاصمة زوجة في البلاد. الله يبارك يا بو ضياف الله يرحمه. الله يرحمه محمد جميعا. لا لا بسيلة ما شاء الله. انا بغيت نعاود مسكين خونا العياشي الله يرحمه. والله هذا النظام فاسد والله ما بغى باللي تجيب شركه امريكيه باش نخرجوا بالبير. هنا تشوفوا باللي هذو الحكام ما يبغوش خير البلاد يخلوك تموت عادي عادي نورمال. هذا هو المشكل. وهنا كاش قرايه كاش خدمه كاش سيابي الله يبارك فيه في الميكانيك بترول عجبتها لك انت ان شاء الله. الله يبارك. وشحال شحال درتوا عام عامين؟ عام ولا فورماسيون فيها شحال عامين؟ عامين ان شاء الله. وراكم جايبينها؟ الحمد لله. سيروا روحكم يا بتسكبوا البلاد وتخبوا بلادنا ان شاء الله. لا احنا ما حاسينش في بلادنا. ماناش حاسين في بلادنا. يعني في بلادنا. يعني راكم بين السماء والارض. لا احنا ماناش في بلادنا في الجزائر ماناش في بلادنا. هل كي ديروا باش تحسوا بلي ماكوش في بلادكم الان؟ الناس يقول لكم ولا شكون؟ يقول لك ماكش جاي ماكش جاي من الجزائر بليضه. على مو مشايعين جزائريين هنا في سانت اتيان؟ مو مشايعين جزائريين يقول لك تاع جاي من الجزائر ماشي بلادك هذيك. هكا كيقولها لك في عينك ها؟ وقول لهم بترول راكم دايرين 50% عجبتكم البلاد قول لهم. يا شوف ليه هضركم كيما قول لهم توتال تكسب 50% هذه فهذه ماهيش بلادكم. زيد تحدى الجزائر يقول لك عايش في فرنسا ليه جاي لهنا وحنا وين نروح؟ ها؟ يعني هنا يقول لكم ماكمش قور وغادي يقول لكم ارجع لبلادك. اهلا خونا الاشرف خير لاباس الحمد لله الله يحفظك عندك مبروك خويا الله يحفظك. وشحال راكم هنا اللي ترجع يا شحال؟ ياه راكم كاع هنايا صح كيف خيرتوا هنايا سانت اتيان بالله هنا. لا فامي ما شاء الله ربي الله سبحان الله جاء نهار الاول تلاقينا عرفنا بعضنا قعدنا مع بعضنا. الله يبارك. وانت فين يا سانت اتيان؟ انا قاعد فيها هنا وانا غايه انا لاباس. لا خصك والو تخمم شويه على البلاد. لا باينه بلادنا بلادنا ودمنا وكبرت فيها انا. يعطيك الصحة يا ويد بسيلة يا كاع زايدين في البلاد. لا قاري في البلاد الحمد لله. بصح ان شاء الله كي تنجحوا تجيبوا ديبلوم ان شاء الله ترجعوا البلاد ان شاء الله. تسقموا ولا ما تسقمش انا نرجع. بصح انتم تسقموها فالي ان شاء الله. كل واحد يد بالي شوف ديروا اليد في اليد ان شاء الله. ان شاء الله. وانت وين خدمه قرايه وراك؟ فارك فالي سي ابي فالي ميكانيك راكم كاع درتوا ميكانيك كاع بغيتوا ديروا لوزين تاع الطوموبيل ان شاء الله. الله يبارك الله يبارك. والله الحمد لله يعطيك الصحه بارك الله فيكم. وين في البلاد والباشا كي دلها شو هما ما يبغوش كارثه. شو هذه البلاد هذا النظام هذا النظام ما يبغيش واحد يكشفهم يقولوا باللي بعثوا الغاز بعثوا البترول تاع البلاد ما يبغوش. هما يقولوا باللي انتم ما شاء الله سقمتوا البلاد هما باعوها هما ما يبغوش. وانا على بالكم انا الكذب ما نكذبش على الشعب الجزائري. كل يوم هم هزوا هذا هزوا هذا في الحبسه وهذا راح الشارع هذا يقول لك داوم شوف كان حتى واحد شوف نهار شوف نهار اللي تشوفوا لايف في الحبس باللي هذا هو يحيى هذا سلال هذا بني الناس هذاك النهار تأمنوا. بس انا اقول لكم صراحه انا قلت لهم دخلوني الحبس بنشوف بعيني ونبين قدام الشعب الجزائري كومبلي شكون راه في الحبس ولا لا. ما كان حتى واحد اللي راه في الحبس. لا في الحبس عادي نورمال عادي. شوف على بالكم باللي ما بغوا يعاودوني لا باسبور لا بيرمي لا كارطه تاع الفوت لا اقامه لا ما بغوا يعطوني الحساب. حنا تشوفوا بلي المافيا مازالت تحكم وهذه المافيا ما تبغيش واحد يقول بالصح. هذا هو المشكل. على بالكم بالمضمن من بعد الحراك بالمضمن بدوا 50% البترول تاع بلادنا للشركه توتال. حنا تفهموا بلي مازالت المافيا تحكم في البلاد والشبيبه تاعنا ما عندها لا مستقبل لا والو. والو شفت ولا لا؟ الشبيبه قاعده في البلاد. هذا هو المشكل.
شوف شبيبة مستحيل بيكون عندها مستقبل بعد المافيا هذه مستحيل مستحيل مستحيل. أنا ولد خاطر فات معايا أصحابي لي ولا يقول لي نقول له يقول لي في الحبس يقول لي خليته ماما كل دقة في الحبس قال لي مسقسي عليه يقول لي وراه هذا من شو شو اللي راهو في الحبس لي جد بس هذا لا مافيا هذه لا مافيا بكذا حتى واحد اللي راه في الحبس على بالكم لازم واحد يأمن على حساب واش يشوف بعينه. ويحيى عنده الله يرخص لك الحبسه امبوسيبل يدخل. باعوا البلاد باعوا البلاد هذا هو المشكل على هذا الشيء راهم يهفوا في الشعب راهم يقولوا بلي راهم في الحبس وما كان حتى واحد في الحبس. ها لو كان بغاو يدخلوا الناس الحبس ما يدخلوش شاكيب خليل اللي باع البلاد هذاك راه في الماريكان عادي خلاه يروح نورمال ما يحوسوا عليه ما والو هذا هو المشكل رانا فيه. يا شبيبة المستقبل تاع البلاد. وقت الانتخابات الرئاسية أجلوهم وقتها. شوف قالوا جويلي. الشعب شوف الشعب ما راهش باغي انتخابات طونك هذاك بدوي على بالكم هذا بدوي وزير أول زور 6 ملايين استمارات بالاسم الرئيس هو ميت امبوسيبل مستحيل باش الشعب يدير فيه ثقة هو راه يحكم في البلاد. وهذاك بن صالح على بالك بلي هو راه رئيس بالطريقة غير الشرعية يعني غير الدستورية. باسكو الدستور واش يقول؟ يقول باللي عنده قانون يحكم 3 شهور برك، 3 شهور فاتوا فاتوا هذا هو المشكل رانا فيه. ولا ولاد البلاد يا جماعة الخير، أن توكا الله يعاونكم وبارك الله فيكم، ولو كان بغيتوا تجوا معايا اليوم مرحبا بكم. يعطيكم الصحة، أيا شكر لكم بارك الله فيكم، الله يحفظكم أمين إن شاء الله، وبالنجاح إن شاء الله. يعطيكم الصحة الله يحفظكم شكرا لكم أمين إن شاء الله، صحيتوا في لامان، ميرسي الله يحفظكم. هلا شفتوا لي جال راهم يقراو نورمال عادي عاقلين سلميين يحترموا هذه اللي مليحه في الشبيبه الجزائريه. دونك نرجع لكم القضيه تاع توتال في 2017 توتال كانت عندها 3% برك تاع البترول تاع البلاد. هذه على قلت لكم 2017 باسكو 2017 جا هذاك السراق والخداع تاع وتقدور اللي خرجوه ما عنده إيما على بالكم لاميشن تاعو الإيما تاعو يبيع البلاد. كي جاو تقدور توتال فاتت ب 3% حتى قريب 50% من البترول تاع البلاد. كي دار؟ كي دارت هذه توتال؟ أولا شريت واحد شركة بالدنمارك يسموها ميركس أويل بها ربحت 12.5% من البترول تاع البلاد. دونك رانا 15.5%. من بعد هذا هو تقدور مع لامافيا تاع 40 سراق خلوا توتال تشري أناداركو. أناداركو شحال كتكسب؟ 24%. شحال وصلنا؟ وصلنا 24.5% زيدوا عليها 15.5% تحت 40. نزيد لكم توتال شريت النص من واش عندها غاز دو فرانس في أضرار. صافي 5%. نزيد لكم توتال عندها 37.5% من الغاز تاع تيميمون غاز صخري وفي في الهضره تاعهم يقولوا ايكيفالون بترول دونك تحت 50%. توتال اليوم ملي تقدر جا في 2017 راح تكسب 50% من البترول تاع الجزائر كومبلي. 2017 3%، 2019 50%. وشكون لازم نشكرو؟ باه توتال شركة فرنسية استعمرت الجزائر كومبلي. نشكرو المافيا تاع 40 سراق. نشكرو وتقدور. نشكرو هذا النظام فاسد. ونشكروا الجيش الجزائري اللي راهم يحكموا في الجيش اللي خلوا شركة فرنسية توتال تكسب 50% من البترول تاع البلاد بلا ما يهضروا. يعني اليوم توتال ولات هي الشيكور تاع الجزائر والشيكور تاع 43 مليون جزائريين. فوالا. واللي ما عجبوش الحال يروحوا يقيس روحه بالطاقه. السلام عليكم. واش راكي؟ صافا شويه؟ بخير؟ وي افيك بليزير وي. اون اون ديريكت معليش؟ نو جو بو با باسكو Je sais pas, mais c'est juste pour prendre un selfie. Parce que mais là, je suis en direct, c'est pas grave. Ouais, j'ai mon mari qui vous adore. Et bah, vous pouvez lui dire bonjour.
Allez, dites bonjour à votre mari, bismillah. Allez, bonjour, bonjour les Algériens, bonjour tout le monde, je suis l'Algérienne, je suis Kabyle. Voilà, je suis de Béjaïa. Allah ibarak, qui m'a choualé, Allah ibarak, enchanté, ça fait plaisir. Voilà, il m'appelle, il m'a dit, puis tout à l'heure tu prends selfie avec lui. Et ben voilà, avec plaisir. C'est dommage que... Avec plaisir. Merci à vous, Fadmirta. Merci beaucoup. Hey, avec plaisir, avec plaisir. Il y a où des bâtons chevaux. Je suis les Algériens. Allez, le bâton qui me hack. Allez, je suis. Allez, je suis. Harou. Allez, ça va. Allez, bismillah. Le bâton là. Vas-y, le bâton. Allez, je suis. Bien doublé. Allez, je suis. Je suis le chabib algérien. Il y a tes comme ça. Allez, fais-toi. Bon courage, Amin, Inch'Allah. Fais la belle. أرجع بتاعي أيه بسم الله شفتوا لي جاد ولا لا؟ مين تخويا بيل؟ أنا غليزاني الله يبارك كارونتي خير الناس كارونتي الله يحفظك أنا هنا الله يحفظك خويا أيه في لبن شكرا ديكاس الله فامي بن عيسى قولهم ديكاس الله فامي بن عيسى تاع غليزان غليزان بن عيسى ديكاس الله فامي بن شيخ تاع سطيف فوالا ومسيلة بن شيخ ديكاس المسيلة الناس مسيلة لا فامي حشروف فوالا الله يبارك الله يحفظكم في لبن شكرا لكم ميرسي بوكو دونك فوالا انا عندي سؤال برك يا شاب جزائري على بالكم ان الحضره اللي نهضرها في جنيف في باريس في لندن في الملكة نهضرها في البلاد وراني جاي الليله للبلاد ان شاء الله وراني قابل كل شيء الموت راني قابلها والحبس راني قابله راني قابل كل شيء ضعفوا عليه ولا لا باسكو قلبي صافي وما نحوس حتى حاجه انا قلت لكم دوروا ما نحوس عليه على البلاد عليكم السلام واش تنقاس واش راك كي دايره صح عيدك خويا كي راك داير لاباس تنجو نتبعك صح يعطيك صحة خويا والله تنجو نتبعك لي فيديو تاعك لي لايف تاعك يعطيك صحة والله تنجو نتبعك بارك الله فيك من عين مرن ولا من عين مرن؟ يبا خير الناس ها شفتوا ولا لا؟ عين مرن بارتو هي كلمة للشعب الجزائري هي بسم الله كلمة للشعب الجزائري ربي ينصركم وربي يحفظكم ويعيدكم بالصحة وكل عام وانتم بخير وان شاء الله ربي ان شاء الله يصلح بلادنا وان شاء الله يجيب لنا رجال ناس ملاح صلاح وان شاء الله يصلح لنا هذو لا مافيا هذو العصابة ان شاء الله تروح كامل ان شاء الله وربي ان شاء الله يحفظ الشباب الجزائري والشعب الجزائري من الحدود للحدود بارك الله فيك هذا مساء كي سمك الله عندي مصطفى يا جدك شوف ايه سيبو يا جدك مصطفى انا تبع الله يحفظك خويا شفتوا لي زب زيرو دور بارتو سيد يا جدك سيد نعيط لك اروح للدار اللي راح بالبال اللي راح العيد الليله ان شاء الله راني خدام ما نقدرش نروح حتى لاني بخوشان ان شاء الله شوف ها جيت لك اليوم انا من عين مرين عندي اختي مزوجه في عين مرين سي بون صافي بليجي شفتوا ولا لا زرجا هي بارتو واش نعرف السكنه تاعك مرحبا فوالا مرحبا السلام عليكم عيدك مبروك عيد مبروك وي بو بيان ميرسي جيتي كونتون دو فواغ جوي في ان فيديو سي با سي جينيال افيك بليجي على بتي ميساج جو بابا الجايا one, two, three, vive l'Algérie! On était trop contents d'avoir gagné! On est là! La cale, c'est ma soeur! Ouais! Bravo l'Algérie! Merci beaucoup! Ça va, c'est l'automne frère! واش جابك سانت اتيان انت ماك شتي شوف انا قلت لك بكري هذه سانت اتيان كانت العاصمه تاع الشعب عندك واحد شكون هذا؟ فوالا ايه لا واش راه كي دايره لاباس لي زاميا لي زاجايا فوالا يا دي تحيه شبيبه يا ايه بون كوراج خويا نتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير هيا الله يرحم جي مو شوكي والله نورمال خويا نورمال شوف ارض الله واسعه والله ارض الله واسعه هيا الله يعاونكم شبيبه بارك الله فيكم علي الجيري بون كوراج ا فو تري بو بيي اون يفيا شاك ايتي الحمد لله الله ميرسي بوكو سعيدكم كل عام وانتم بخير وربي يهنيكم ان شاء الله وربي يهني كاع الشعب الجزائري من الحدود للحدود يعطيكم الصحه شكرا لك بارك الله فيك راشدني صحيت انا نتبع اللايف تاعك عندي لي فيديو تاعك راهم عندي راك اجور والله غير شوف انت العربيزي اجور تاع الصح عمر ديزات عربيزي كاع شحال هوني كاع انت كاع المعارضه كاع المعارضه راهي عندي اي لا تك صح والله مي بحثوا لي ميساج لا بصح انا ما نحبش نبين روحي برك معليش بين روحك اهضر على روحك لا لا اهضر على روحك ما نحبش ندير لايف قالوا لي ما ديش لايف دير لايف هارك والله ديديكا سبيسيال باتنا انا يا شويه 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 هذه اللي فري شويه تاع الصح تعرف بكم شفتوا الشويه تاع الصح ولا لا انا فادي الشوي في راسي على بالك وديت الشوي دوكا راني رايح اليوم ان شاء الله امام القنصليه تاع اليوم تمشي لمرسي ولا لا لا اليوم باليوم نهبط البلاد ان شاء الله تهبط البلاد طلع العين الجي تهبط الجي عاد البلاد ان شاء الله وغادوا ان شاء الله تلبسان تلبسان غادوا ان شاء الله تلبسان تلبسان ان شاء الله تحيه ناس اصحاب تلبسان ناس تلبسان عندكم 40 ولايه 48 ولايه ساعدكم كل عام انتم بخير الله شكرا لك الله يحفظك سي مصطفى بارك الله فيك شكرا والله الشبيبه متحمسه حابه تشوف عمي رشيد يا ودي هذيك بليجي هذيك بليجي بصح قفزوا فرحونا برك هذا مكان بارونتيز كارتي بارونتيز بوبرا اسمع بيا بصح جامي روح يعني كاين بلا العربي يسقسوا شوف اكتوبر تجي ان شاء الله والله تشوفوا الجزائريين والله يجوا قاعد يديروا لك ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم شكرا لكم اي ابيات اخويا تهلا في روحك صحيح صحيح
ايه وصافير ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله. قال لك نتلاقاو ان شاء الله. اضرب لي فوتو هكاك نسيت هكا روح روح. اذا جاي نهضروا على البترول على الغاز وعلى المستقبل تاع الشبيبه الجزائريه. اضرب لي فوتو انا راشد النكازه. اي بسم الله. اضرب لي انا شوف في بزنس سكيل شبخ شوف لي فوتو شبخ راه جايبه راه جايبه راه قمرها يعني نقول لك عمري 45 سنه مانيش قبالها. الله يبارك الله يبارك راك جايبها وراهم خدامين جزائريين الله يحفظهم. الله خدامين. هيا خلي في روحكم زيد وحده زيد وحده زيد وحده زيد وحده شي زرجه دائما بالقوي زيد وحده زيد وحده ود بلادي هذا يا شيخ هاي نمران هاي كاع ولاد الجزائر صحيتو هيا بارك الله اهلا عليكم السلام صحيتك خويا واش رايك لاباس الله يحفظك تحضروا لي بخير يعطيك الصحه خويا بارك الله فيك شفتوا لي فجعيه ديبان الله يوصلك بالخير ابي ان شاء الله ربي يسرك عليهم ابي ان شاء الله وربي يحفظك ابي ان شاء الله انت وكل العائله والله يحفظ كاع الشعب الجزائري جميعا ان شاء الله وربي يهني الشعب الجزائري ابي ان شاء الله والجاريه الجزائريه في العالم باسره نقول لهم ما تخافوش رانا معكم قلب ورب بارك الله فيك يعطيك الصحه عليكم السلام الله يعاونك الله يخليك فوالا بارك الله فيك شفتوا لي جاد ولا لا زيد عاود زيد عاود زيد كنا شفت اضرات شفتوا الشبيبه احترام على الشبيبه يعطيهم الصحه صحيح خويا النكاز شكرا لك وبارك الله فيك خويا بارك الله فيك ميرسي بوكو ميرسي ابو سي جونتي او بليزير خويا في لافال دونك فوالا نشكروا الناس اللي باعوا 50% من البترول تاع البلاد الشركه فرنسيه توتال ونشكروا هذه المافيا تاع 40 سراق اللي خلات هذه الشركه فرنسيه توتال دير استخراج الغاز الصخري في عين صالح وفي تيبيبون بالطريقه قانونيه تعرفوا عليها ولا لا باسكو هذه المافيا هي اللي استديات باش الشركه فرنسيه توتال دير استخراج غاز صخري في بلادنا بالانجليزي يسموه له تايت غاز وعلى بالكم باللي الغاز الصخري ممنوع في فرنسا ولكن الجزائر قلبوها الزوبيا حشاكم تاع فرنسا وي خويا ماهمش باغيين يطلقوا لاجيري انا مش باغيين يطلقوا باسكو راه بزاف لا مش باغيين يخلونا نعيشوا ترونكيل ما بغاوش باسكو سرقوا بزاف دراهم وراهم خايفين لو كان تجي حكومه جديده هذه الحكومه الجديده تكشف باللي هذا النظام فاسد هو اللي باع البلاد داكور صح هذه الحكومه الجديده اسكو صاي خرجنا من هذا العقارب سلكنا منهم ولا مازال نزيدوا نعيشوا معاهم وما ما سلكنا والو خويا عزيز مازال هما راهم يحكموا وراهم يديروا في الفيلم في السيناريو راهم يقولوا في الحبس هما راهم برا وهما راهم يبيعوا في برا هم برا اسكو كاين دليل يقول بلي راهم برا كاين دليل بلي ماهمش في الحبس 100% ماهمش في الحبس راك سمع 100% والشعب الجزائري كيفاش ما الشعب الجزائري راه فايق بهم بلي راهم يكذبوا عليهم شوف لو كان لو كان هذو الناس ما في الحبس لماذا انا مواطن عادي ما يخدموا لي لا باسبور لا برمي لا كارت تاع الفوت لا اقامه لماذا هذا النظام فاسد راه يبيع 50% من البترول تاع البلاد صاجا بلي المافيا مازال تحكم في البلاد هذا هو المشكل رانا فيه شركه فرنسيه توتال راهي تكسب 50% من البترول تاع البلاد مي 50% ماهيش تدي فيها غراتوي غراتوي راهي تخلص لي بارتي نو لا لا سي فيني خلصت النهار الاول دوكا باغ اكزومبل شريت لابارت تاع الشركه الامريكيه على داركو 3 ملايير ونص هذا مكان C'est tout. امام القنصليه الجزائريه في ليون بارك الله فيكم والسلام عليكم.